قليلة تفصلنا على بداية أول بطولة وطنية للكانوي كاياك في الجزائر، أين شارك حوالي 117 رياضي وبمشاركة 17 فريق من 4 ولايات، وعلى رأسها رابطة الجزائر العاصمة الملقبة بالجاكا. زناقي رايا من نادي حمر عنا بالكانوي كاياك بالتجديف. اليوم رانا وصلنا للميلا، كما راكم تشوفوا الاجواء راهي معمره بالنشاطات وبمشاركه اكثر من 120 متسابق، ورانا كنا متحمسين وما دابينا كنا نوصل الهدف تاعنا هو لابخي سيليكسيون. نتمنى حظ افضل للجميع. هي في جميع رابطه هناك فرق اللي راهي متميزه، ولكن بعد غياب دام اكثر من عامين من الصعب جدا ان نتعرف كما يقول لك الرياضيين راح يتوجوا بالنتائج ولا الانديه راح تكون قويه مقارنه باخرى. فتره عامين حتكون فرق ان شاء الله صاعده ان شاء الله. ان شاء الله احنا هناك تغير، خاصه تغير في الفئات العمريه عند اغلب الرياضيين. كل هذا الشيء خديناه بعين الاعتبار. ان شاء الله كل الفرق راح تكون في نفس الظروف، وان شاء الله يكون معيار واحد للانتقاء ان شاء الله. وناخذ بطبيعه الحال ناخذ احسن الرياضيين، وكل رياضي احنا رياضه تاعنا رياضه التوقيت، اذا اللي عنده توقيت مليح راح يبان في البطوله ان شاء الله. نتوقع ان تكون مشاركه قويه، لانه الرياضيين تاعنا كان على بالهم بالبرنامج تاع البطوله عندهم حوالي اكثر من 4 اشهر، اذا نتوقعوا انه يكون حضور قوي ومستوى لباس به عند الرياضيين المشاركين هنا ان شاء الله. اما فيما يخص المناخ، في عندنا في المنطقه في الفتره الصباحيه المناخ جيد وسرعه الرياح تكون ضعيفه، هذا حيخلي ان شاء الله انه المنافسه تكون تجري في احسن الظروف، ونتمنى ان شاء الله ان تكون ظروف حسنه لهذا المنافسه. افتتاح البطولة الوطنية كان بحضور كل من رئيس الاتحادية الوطنية للتجديف والكانوي كاياك شوقي درياس، وتحت إشراف مديرية الشباب والرياضة لولاية ميلا، أين تم معاينة المكان الاستراتيجي للبطولة والوقوف على كل صغيرة وكبيرة لإنجاح الفعالية الرياضية. البطولة الوطنية كما راكم تشوفوا يعني حيويه، يعني نجم نقولوا زائده، بما انه يعني المنافسه كانت لها عزوف لمده حوالي سنتين، وين يعني هاد الرياضيين ما تلاقاوش وما تنفسوش في مضمار مائي مده. اليوم راح يكون لها طبعه يعني خاصه باقحام يعني بادخال الفئات الصغرى في هذه المنافسه، اللي هي كذلك يعني جات هذه البطوله نجم نقولوا متاخره بالنسبه للسنه الرياضيه. احنا بالحكم يعني انه ما كانش يعني منافسات اقمناها يعني في اسرع وقت بعد افتتاح يعني المواسم الرياضيه. كل الظروف راهي مهيئه ان شاء الله، نتمناو ان شاء الله تكون المنافسه ان شاء الله في المستوى. ونشكر من هذا المنبر ولايه ميلا اللي وفرت كل يعني الظروف، يعني ظروف الاقامه وال يعني الظروف يعني الاستراتيجيه والتقنيه لانجاح هذه البطوله ان شاء الله. نتمنى يعني تفوت في احسن الظروف وتكون منافسه يعني رياضيه باتم معنى الكلمه ان شاء الله. الظروف اللي قدمتها مديريه الشباب والرياضه هي كل ظروف لانجاح التظاهره من تهيئه المكان اللي تاع انطلاق هذه البطوله، كذلك من الناحيه اللوجستيكيه كل ما يتعلق بالضروريات لاقامه هذا البطوله، كذلك باطارات القطاع الرياضه وكذلك الشباب اللي كانوا واقفين لحسن تنظيم هذه التظاهره، اضافه الى الاماكن الايواء اللي وفرناها لكل الرياضيين على مستوى بيوت الشباب منتشر عبر الولايه، والحمد لله حصلنا كل الناس يعني راهي في احسن الظروف الممكنه. كذلك رانا في متابعه يعني يوميا نبقى نتابعوا فيها التظاهره حتى تنتهي يوم السبت ان شاء الله في اختتامها، وتكون يكون الاختتام يعني في ظروف جيده ان شاء الله. الحمد لله على الرجوع بعد عامين غياب بهذا الكوفيد اللي فات علينا، الحمد لله ان شاء الله خير، رجعنا لو سيت ديالنا. نتمنى ان شاء الله رجوع طيب ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى يكون ان شاء الله في المستوى المطلوب، مستوى رياضي وليس باللا كونكيرونس اللي تكون، وانما حب المستوى يكون مستوى رياضي فيه الاخوه فيه التعارف
وان شاء الله ان شاء الله نكونوا في المستوى به، ان شاء الله نكون هذا المشعل يكون في الشباب اللي يكون ان شاء الله يقوم به وتواصل هذه لا ديسيبلين. ما يخفاكش لا ديسيبلين تاعنا سي ان سبور كي فريمون فريمون تري تري شير كوم اعتاد كل شيء لي امبورتي اي بور سولا تلقاه قليل راه في الجزائر. احنا ثاني نشكروا الفيدراليه تاعنا اللي راهي ديما تعاون في الانديه باه ان شاء الله كنا في لا لين دو ديبار غراس او ماتيريال دو لا فيدراسيون كيما راكم تشوفوا. رانا ان شاء الله قاعدين نكونوا ان شاء الله ديما حاضرين باه ديما نعطيو وجهه ونظره باللي الفرق تاع الجزائر كل حاضرين ما نشوفوش النتائج ولا واش كان، احنا الهدف نتاعنا كي يكونوا حاضرين في البطوله. أجواء جيدة كانت سائدة داخل المعسكر التحضيري وبين رياضي الكانوي كاياك، وحرصا على التنظيم الجيد لهذه التظاهرة الرياضية عقد الاجتماع التقني الذي يعتبر الحلقة الأساسية والهمزة الوصلة جمعت بين التقنيين وكوادر الفيدرالية والفرق المشاركة. الهدف من الاجتماع هو معرفة أساسية البطولة واللعبة والقوانين المعمول بها. المنافسة كانت حاضرة بين الفرق حيث لعبت على جزئيات صغيرة لانتقاء العناصر والمواهب الشابة التي ستمثل الفرق الوطنية في مختلف الفئات العمرية وعلى رأسها المنتخب الوطني للكانوي كاياك. احسن النتائج لانه ما يخفش عليكم انه هذه يعني احنا قررنا انها تكون يعني بطوله انتقائيه للفريق الوطني يعني في الفئات الشبانيه والفئات الكبرى. نتمنى يعني تكون منافسه يعني منافسه باتم معنى الكلمه اللي يعني يكون فيها ارقام وتكون فيها ان شاء الله يعني حتى نلاحظوا نلقوا فيها يعني ممكن رياضيين اللي يخرجوا من يعني نطاق يعني اللي يشرفوا ان شاء الله الالوان الوطنيه في المستقبل ان شاء الله. ورغم التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا إلا أن المستوى والأداء كان عاليا بين المتسابقين، فبين الذي يطمح لتحطيم رقمه الشخصي ويبدي سعادته بعد تضحية شاقة وتدريبات روتينية، وبين الذي يتحسر بعدم افتكاكه المراتب الأولى، لكن الشيء الأكيد هو أن البطولة عرفت نجاحا باهرا بولاية ميلا. وهذه أول بطولة جزائرية تاعي أول بطولة، وأنا في فريق ليرسيا إن شاء الله نجيب نتائج ملاح وبر. أنا الحق دخلت نونتريني عندي ربع شهر، أقل من ربع شهر بشوي، ودي في ربع شهر كشغل خدمت قد ودرك جيت البطولة دي. أنا اسمي مريم رزق بديدة من نادي اتحاد شرطة عنابة ليرسيا مينيم، إن شاء الله نكملوا فيه ونحققوا نجاح كبير. جو بردو عاد جو سوي اتليت دو بريديكاسيون سيفيل، جي 14 ans جيت من عنابه، جيت باش نحضر شامبيون دالجيري، ان شاء الله نكون من الممتازين ونتمنى للناس كل النجاح والتوفيق. رياضي عربي انفال من 19 سنه من نادي خديم مصطفى وهران. الحمد لله هديت هاد الصبيحه في ثاني سباق الميداليات، حصلت على ثاني ميداليه ذهبيه، وهذا الفضل الراجل الشيخ تاعي اللي هو خويا الكبير والاولياء تاعي اللي سهروا معنا بكل ما استطاعوا، والحمد لله بعد جهد كبير ربي ما خيبناش وتحصلت على ميداليه ذهبيه. نوعا ما كان سباق قوي بفئات نساء كبريات، الحمد لله في هذا العمر تحصلت على اول ميداليه لي في صيف سينيو، والحمد لله ان شاء الله نطمحوا للمنافسات العالميه. الاهداف باذن الله تكون لما لا الباري 2024 وما بعد ذلك في نيويورك وما جرى هو الشامبيون دي مون. كما تعرفوا من لاغي هذاك تاع كورونا وكلش بخاس لي كلوب كل حبسوا، كي رجعنا كانت صعيبه شوي، مي ابخي جاتنا سنه ما لقاتش انا يعطيونا لي بروغرام وكلش، ودي احنا لي سيست اول بطوله لينا سما هذا العام اول بطوله يديروا فيها كانوي في الجزائر هنا. درك حنا درنا الكومبيتيسيون الحمد لله جينا الاولين، يعيطونا بخي سيليكسيون ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا في ليكيب ناسيونال ابخي لي شامبيون عرب لي شامبيون دافريك ان شاء الله نبداو دي ميداي ملاح. صافي بليزير ربرونينا المنافسه والبطوله الوطنيه اللي راهي هنايا
في ميلا برج بني هارون بعد مدة طويلة من توقف المنافسات والتدريبات بسبب الوباء فيروس. الأهداف كنديروا لي بون ريزلتا وإن شاء الله نعودوا ندخلوا الفريق الوطني سال كانوا ويكايا إن شاء الله. إن شاء الله نكون من المتأهلين لباريس 2024. بون كوراج لقالي زاتلات. وفي السابقة هي الأولى من نوعها بالجزائر، كانت جمعية جرين باي كشريك إيكولوجي حاضرا في ظل هذه التظاهرة الرياضية تحت شعار دائما نشجع الرياضة في خدمة البيئة. احنا نديروا الرياضة في خدمة البيئة والمواطنة والتطوع. الحمد لله هذه السنة رانا لأول مرة نكون شريك في بطولة وطنية، شريك إيكولوجي، باش نحثوا الناس باش تكون عندها ثقافة بيئية. المبادرة اللي قمنا بها في هذه البطولة هي عملية تنظيف المكان. احنا نقولها بالعامية اللي زاروا خففوا خليه مكانه نظيف. ماذا بينا احنا ضيوف في ولاية ميلا، ماذا بينا كي نخرجوا من المكان هذا نخليوه نظيف، كي نشوفوا ربي يبارك السد اللي عندنا والاماكن السياحيه اللي عندنا في الولايه تاعنا والاماكن نمارسوا فيها الرياضه. احنا قلنا ولا ما نديروش الجرين كاياك، هو استعمال كاياك ومام طون نطفوا الريف تاع السد. الجمعيه ترينا ان شاء الله ندخلوا الثقافه دي ونوصلوا ميساج باللي الرياضه دي فيها اخلاق، وحنا نقولوا ديما في جمعيتنا من ينافسك في الدنيا فينافسك في الاخره، لازم ندخلوا الثقافه دي باش نمدوا نظره ملاحه على المواطن الجزائري وعلى الرياضه الجزائريه باللي نجموا نمارسوا الرياضه ونجموا نديروا الثقافه. وزيد ما يخفاش على الناس الكل باللي في الجزائر الرياضيين هم قدوه للشباب، وكي نشوفوا احنا رياضي كي يمارس الرياضه ويشوفوا يحافظ على البيئه، الشباب الصغار والجيل الجاي ان شاء الله يدير نفس الشيء ويحافظ على البيئه ان شاء الله. الساعة تشير إلى 8 صباحا، وفي أجواء صباحية تم انطلاق أول سباق بالبطولة. بطولة حقيقية، شغل أنا ما عنديش بزاف ملي بديت الكاياك، عندي واحد ستول هكذاك فيها امبيونس شباب فيه ساقع في الخدمة. كي تخدم مملو كان شغل ما عندكش بزاف خدت دير حاجة تخشي اوني كامين فامي شغل كل واحد يعاون الاخر، يعني ما عندناش هذيك تاع كل واحد وحده ولا امسي سان سبور انديفيدوال، بصح شغل توجور نقعدو نغروبي زوبيتي مثلا انا اوبجيكتيف تاعي نطلع ليك ناسيونال وان شاء الله ندير حاجه لله يا ربي. اليوم بلاصه بريمير بلاص ان شاء الله الحمد لله، مام الحمد لله البارح فقني ربي كلاسي بريمير بلاص كورسه مالوريزمون ما تحسبتش ظروف ما بلاش قاعدتك علاه ايبو الحمد لله عاود شامبيون كلاسي الاول الحمد لله. انا رياضي مع سبور نوتيك الجزائر ونهدي الفوز تاعي لسباق نوتيك الجزائر باسكو استحقينا الفوز هذا ان شاء الله يا ربي نكون في الفريق الوطني ونرفد علم بلادي ان شاء الله وبطولة عالميه ان شاء الله وطنيه ان شاء الله. المنتخب الوطني تبري بلادي وكاع بصح نوصلوا نشرف بلادي بين نطلع اكثر الفريق ديالي نشكر بزاف اللي عاونوني بزاف وقفوا معايا والتشجيع كان بزاف والكوتش هو الاول. الحمد لله بالفعل سنة بعد سنتين توقف ليست بسهل على كل الرياضيين التحضير البدني دونك اون ايسي دو فير دي بروغرام نرسلوهم لي زاتلات يخدموا في الدار وقفنا عليهم تكنيكمون وقفنا عليهم فيزيكمون بريباراسيون مونطال. الحمد لله كانوا دي زاتلات من نفس الكلوب في لو ميم بوديوم الحمد لله هذا ثمرة الخدمه ان شاء الله ومازال الخدمه القدام ان شاء الله. بون الاهداف مع النادي سي البطوله الوطنيه ان شاء الله وبور لي زاتلات هادو ان شاء الله ليكيب ناسيونال لي دي ميداي في افريكا العرب ان شاء الله. بون درنا بطوله سي كاليفيكاسيون دوكا مازال ما درناش فيها مود كلاسيت برومي دوكا لا منافسة قوية وكاين بزاف منافسين وراه الشامبيون جامي كانت هكذا كان غاشي بزاف لي كلوب ديفلوبي وحاجة ان شاء الله فيها خير ان شاء الله نديرو ريزولت لاخر فيما ان شاء الله باذن الله. حنا بون حنا 200 متر الاختصاص تاعي وماذا بينا ان شاء الله نديرو لي روكور نديرو لي كاب كاليف بور لي جوز اولمبيك ان شاء الله.
مازالو على كل هاد 3 سنين في باري. بعدا بينا نطورو ورانا نخدمو صباح عشية وما راناش راقدين كيما نقولو انا معاه. بون هنا بون ليكيب ناسيونال برسك كاع ديزا ثلاثة ليكيب من الفريق الوطني كاع جاي من سبور نوتيك بلجي هادي وراو فيه تطور الحمد لله. مادا بينا شغل الأجيال اللي راه مصعدة مادا بينا حنا واش مدينا ودونينا مادام هما يجيو كونتيني ويمدو حاجة خير من اللي مديناها هنا. عبد القادر ففاد لاعب منتخب وطني 19 سنة رياضة تجديف الكانوي كاياك. منافسة كانت شوية صعيبة مالغري الريح على بالك حنا ما فين والفنا نعملوا في بلون دو طايح تسمى ما كانش معنا المناخ ما كانش معنا أقلم كنا عكس المناخ. بون هي صعيبة شوية تسمى نظرك مهما قلنا نونترينيو عامين وحنا حابسين ما تقدرش ترجع النيفو اللي كنتي فيها تسمى بيبري جيست جيست برك تسمى تونترينيو جيست جيست درك في الإطار مع لي ستاج ما يكونوا عندنا دي شامبيون عرب دي شامبيون دافريك تما تنجم ترجع النيفو تاعك. ها هي مادا بينا حنا تسمى نحصلوا على الالقاب العربيه والافريقيه تسمى لازم هذوما يعني نخدموا عليهم حنا وحنا بجول الحاجه اللي نخدموا عليها ياسر لازم نطلعوا شامبيون دي موند شامبيون دي موند فينال ا تسمى حاجه مازال ما داروهاش في سبيسياليتي تاعنا دي كانوي باسكو جديده هنا في الجزائر. نادي شرطة عنابة نشكرو كثير نشكرو ياسر تسمى قام بالواجب. نشكر المدرب تاعي سيف الدين اجيري هو اللي عاوني باش التحفيزات هذوما باش تحصلنا على مرتبه ثانيه واستطعت معاه باش تاهلت البطوله الافريقيه مع درناني حاج خليفة تحصلنا على المرتبة الأولى إفريقيا وثالثة عربيا والحمد لله. نشكر كاع المدربين تاع على مستوى التراب الوطني عنابة وهران تيزي وزو بجاية كل عين دفلة كل مناطق الوطن والحمد لله تمكننا على باش نحصلوا ألقاب ومازال نزيدو نتحصلوا على ألقاب كثيرة إن شاء الله. ومع حلول الظهيرة وبينما البطولة كانت تسير في أفضل الظروف ليتغير الطقس فجأة برياح حادة عرقلت المتسابقين في سباق السرعة ما جعل المسؤولين يوقفون الحدث. هي البطولة زعماك الأولى بدات غايب سكو كان كاين ما كانش كاين الريح وكاع مي دروك كتشوفوا راه الريح طلع الريح وكاع مي يكون كاين الريح هذا هو بروبليم تاع لافيرون كاياك الريح ما كانش افيرون ما كانش كاياك هي الاحتمالية بورسونتاج كبير تحبس البطولة باسكو ما نجموش في هذه السيتياسيون اللي رانا فيها. حنا الحمد لله نشكروا ناس ميلا اللي احتضنونا في الاخر وكاع ميم لا فيديراسيون تاعنا زعما راهي واقفه بريزيدون تاعنا وكاع. النزاهه والحياديه هي الاخرى كانت حاضره بين الطواقم التحكيميه التي عملت باحترافيه تامه عن طريق تقنيه الفيديو الحديثه ما سهل عمليه ترتيب الفرق والسباقات واعطاء كل حق حقه. بون كوم فوز افي فيو على نافير شامبيون دالجيري دو كاياك بون فيو ك il y avait une rupture de compétition pendant durant une année à cause de la pandémie. On a pu reprendre cette fois. Quand vous avez vu hier, il y avait des conditions climatiques un peu difficiles. On a été obligé de stopper, d'arrêter le déroulement des courses. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on a pu rattraper le retard qu'il y avait. Ça s'est très très bien déroulé. Même les athlètes sont très satisfaits. سلم التتويجات تصاعد بين المتسابقين في حين أن هاجس الفوز كان راسخا في ذهن كل متسابق. أصدق التهاني والتبريكات وصور السلفيات عمت في أجواء الخير والمحبة وتطبقت مقولة فحصدتم ما زرعتم أضعافا مضاعفة. طالب خديجة رياضية في رياضة الكانوي كاياك أمثل النادي الرياضي الجامعي لمدينة وهران وكذلك أنتمي إلى المنتخب الوطني الجزائري لكانوي كاياك منذ 2015. كما تعرفون بعد انقطاع دامت 3 سنوات بسبب جائحة كورونا الآن العودة من جديد إلى المنافسة وهذا اليوم الثاني في البطولة الوطنية للكانوي كاياك. الحمد لله نتائج كانت متوسطة مرتبة ثانية في 200 متر واليوم اختتام إن شاء الله نعود ونرجع وتكون كاين نتائج جيدة على مستوى الوطني وكذلك الإفريقي والعربي. شاركت في البطولة الوطنية هذه باش نعود نضمن بلاصتي في الفريق الوطني تاع الكانوي كاياك.
كان سباق تاع عسال لانه كنت محضره سابقا للاولمبياد طوكيو 2020. الحمد لله الفريق جاك الكوتش سيف الدين حضرهم احسن تحضير ويستاهلوا يجيبوا نتائج جيده. كان معكم آية ففاد لاعبة منتخب وطني الكانوي كاياك، تحصلت على ميدالية ذهبية في سباق 200 متر وميدالية ذهبية ثاني في سباق 500 متر. نقدم الشكر تاعي للفريق تاعي جاك، نقول لهم ميرسي بوكو. با سيريو في لي زونترينمون باسكو كانوا عندي شوية قرايه وشويه الاخر، مي الحمد لله تحصلت على الميدالية الذهبية. نشكر الفريق نشكر مدرب الفريق تاعي سيفو يعطيه الصحه، هو اللي عاوني بزاف. نقدم تحيه تاعي للوالديه تاني عاونوني بزاف، يعطيكم الصحه. ميرسي. عامل الاعاقه هو ايضا كان حاضرا بين المتسابقين يبرهنهم ايضا انهم قادرون على رفع التحدي ونيل المرتبه الاولى ليست بالمستحيله. السلام عليكم، انا نسيبة بالعيدي فريق انا سباق الأولى مرتبتي الأولى سباق 100 متر، والعام الجاي إن شاء الله كومبيتيسيون إن شاء الله نكون الأولى في البلاد. نحب نروح للبلاد و في إفريقيا مرتبتي الأولى وفي إفريقيا. الجنسيات العربية والسورية هي الأخرى كانت حاضرة بمشاركة متسابق سوري ومتحصل على المرتبة الأولى. من سوريا ارسيا شرطة عنابة، ها بعد عناف طويل في التدريبات صعيبة من عند الشيخ أكرم والشيخ نصرو، وإن شاء الله هاش المرة الجاية نكلاسيو في الدوسون وفي الميل. أهدافي نطلع ليكيب ناسيونال، نطلع ليكيب ناسيونال وإن شاء الله صوتي يوصل سوريا، وسوريا تبعت لي فيدراسيون تاع سوريا تبعت لي بنشارك باسمها ونفرج ونطلع علم سوريا، وان شاء الله نطلع في ليكيب ناسيونال تاع سوريا ونقدم رساله شجعيه للشيخ مدربين تاعي تاع عنابه، نقول لهم الف مبروك في المرتبه الاولى، شرفتوني بلي انترينيت عندكم. برنامج اليوم الثالث والاخير من البطوله ضم 15 نهائي في جميع الفئات. كتيبه محاربي نادي الرياضي الهاوي خديم مصطفى للكانوي كاياك بوهران كان في الموعد وانجز المهمه بالنجاح في افتكاك لقب بطل الجزائر حسب الفرق وبطل الجزائر في كل اصناف ذكور واناث للمره الثانيه في تاريخ النادي وبرصيد 30 ميداليه. اما الجاك العاصمي فكان من نصيبه المرتبه الثانيه برصيد 27 ميداليه، ياتي نادي سبورنوتيك الجزائر في المرتبه الثالثه برصيد 24 ميداليه. الحمد لله استطعنا في اول مشاركه نتحصل على ميداليات، وحنا ما نكذبش عليك هاد لا سيكسيون تكريات في جانفي 2021 وشاركنا اول مره في بطوله وطنيه واستطعنا نشاركوا في كل فئات، ونشكر ولايه ميلا، نشكر الفيدراليه، ونشكر ثاني مديريه الشباب والرياض. وفي الحق اي في الحقيقه هذا كما يقول لك حافز رياضي، كل رياضي كسوا كاع في الاختصاصات كاع الرياضه، الكانوي كاياك ولا الباسكت ولا كره السله، الهدف تاع الرياضي هو تمثيل المنتخب الوطني، وهذا شرف عظيم لكل رياضي يكون اللي يكون حامل القميص تاع المنتخب الوطني. باش نكونوا صراحة ما كاش غير كره القدم، باسكو كاين اختصاصات اخرين وكاع رياضيات كاع رياضيين وكاع يحلموا يلفدوا كيما يقول لك القميص ونطلعوا الاعلام، وهذا هو شرف اللي كيما يقول لك شرف عظيم لينا، وحنا كمدربين نغرسوا هذا كيما يقول لك الوطنيه في هاد الرياضيين، وهذا نحفزوهم باش نقولوا لهم بلي مادام تحصلوا على نتائج مادام ابواب المنتخب الوطني تكون مفتوحه حتى يكون دعم كبير للفرق الرياضيه بصفه عامه على المستوى الوطني وكذلك للفريق الوطني، وكذلك احنا هدفنا هو احتضان تظاهرات ذات طابع
العربي الافريقي. تطوير هذه الرياضه على مستوى ولايه ميلا خاصه انه فيه رغبه كبيره. احنا سبق وتاخير مع السيد رئيس الفيدراليه وطلبنا المساعده التقنيه خاصه امور الهياكل المتوفره، الامكانيات متوفره الماديه، لكن الاشكال هو في العنصر البشري. عندنا اطار واحد يعني اللي موجود على مستوى اللي عنده تكوين متخصص لكن ما يكفيش لوحده، ولذلك اتفقنا باش فيه برنامج لتكوين المدربين والمرافقه نتاعهم والمتابعه نتاعهم. راح يكونوا تكوين يعني لصالح اطاراتنا حتى نظنوا فيها اطارات دائمه وعامله بالقطاع اللي راح نكلفوها بتنميه هذه الرياضه، اضافه الى فتح المجال للحركه الجمعويه الرياضيه اللي عندهم رغبه في هذه الرياضه. اما رياضه الكانوي كاياك خاصه انه رياضه الكانوي كاياك ما تحتصرش فقط على السدود، هناك افتتاح كبير على رياضه الكانوي كاياك في البحر وخاصه في المناطق الداخليه، ايضا عندهم السدود يقدروا يمارسوا هذه الرياضه. وحنا الهدف تاعنا والدور تاعنا هو التشهير بهذه الرياضه في المناطق الداخليه خاصه. إذن البطولة الوطنية للكانوي كاياك كانت بمثابة محطة تقييمية لهؤلاء، وكان هدفها الأسمى إعادة هيكلة المنتخبات وفرصة من أجل وضع استراتيجية مستقبلية لتطوير هذه الرياضة بين الأصناف العمرية.